ساعات قليلة ثم نقف بقلوبنا مع الحقيقة في عرفات، ليكون هذا العيد عيد الأضحى المبارك عيدا باليمن والبركات والخير على الأمة العربية والإسلامية جمعا. اسمحوا لي أبنائي أن أعلم أن الحالة الجوية وطقس القاعة الحار يحول دون الإسهاب، يحول دون الإسهاب أو الإطالة، وتقديراً لشيوخ المحاماة الذين يجلسون بيننا اليوم والذين جاءوا ليشهدوا أبناءهم وهم يخطون خطوات واعدة في المحاماة تسعد قلوب كل المحامين، أن نرى الأجيال تلو الأجيال تتلاحق من أجل أن نصطف جميعاً تحت هذه الراية، راية هذا الوطن الذي نعيشه في المحاماة داخل مصر. أنا أعلم أن أبنائي الدارسين بالمعهد ربما أصابهم تعب أو جهد، لكني أرى أن المحاماة هي الكد وهي العطاء، وهي أيضا ما نقدمه من جهد من أجل أن نرفع من شأن أبنائنا المحامين، من أجل أيضا أن نكون على درجة من الكفاية لرفع الظلم عن المواطنين. المحاماة كما قلت لحضراتكم أثناء اليمين ليست مهنة ولا حرفة ولا وظيفة، المحاماة رسالة، رسالة جامعة لكل القيم النبيلة في المجتمع. من حملها بأمانة وبإخلاص كان نموذجا مشرفا للمحاماة وكان عطاء للمحامين وكان في مقدمة الصفوف. ومن يظن أن معهد المحاماة هي مجرد حضور وانصراف أو نجاح حتى في الاختبار فقط ظنه خاطئ. المكسب الحقيقي الذي يجب أن تسعون إليه هو أن تتعلموا وأن تضيفوا في كل ساعة وفي كل يوم معلومة جديدة وثقافة جديدة وقيمة جديدة لكي تفتح أمامك الآفاق والأفق من أجل أن تؤدي دورك المهني الرفيع كما يجب أن يكون. دائما أقول أن دراسة القانون وحدها لا تكفي، لا تكفي لكي تكون محاميا متميزا متقدما، وإنما يكفي فقط لكي تكون محامي في حدود المتوسط، في حدود الكفاية المتوسطة. لكن لمن يريد أن يبدع ويريد أن يحلق في سماء المحاماة ويتميز ويكون في أوائل المتقدمين لهذه الصفوف، عليه أن يبحث عن الثقافات الأخرى التي تضيف للقانون وتضيف لعقلية المحامي مساحات لا تتاح لغيره من الذين أغلقوا عقولهم أو أفاقهم عن الاطلاع عليها. لا تتعالوا عن التعلم في كل المجالات، في الرياضة، في التاريخ، في الجغرافيا، في الفن، في كل فروع وكل العلوم التي تتاح لك أن تدرس بها فادرسها، لأن ذلك سوف بالقطع يمكنك من أن تكون على أعلى درجات السمو والتقدم. أيضا
الأمر الذي يرتبط بالجوهر وباللب يرتبط أيضاً بالمظهر الذي يجب أن يكون عليه المحامي. وأنا أقول مظهر وأشدد أن المحامي يجب أن يكون في مظهره متكافئ ولا يقل عن مظهر القاضي أو وكيل النيابة. ومن يعتقد فيكم أنه أقل شأناً من هذا القاضي أو ذاك الوكيل عليه أن يغادر المحاماة ويغادرنا. نحن على درجة واحدة من الكفاءة والكفاية، لا فرق بيننا إلا بالعلم والأخلاق وبالاجتهاد وما نقدمه من جهد في سبيل تحقيق العدالة. فنحن طبقا للدستور شركاء في تحقيق العدالة وفي كفالة حق الدفاع وفي كفالة سيادة القانون. هذه الشراكة الدستورية التي نصت عليها المادة 198 محاماة الفصل السادس من الدستور، المحاماة تقول أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي على استقلال. مادة 98 من الدستور تقول أن كفالة حق الدفاع واجب دستوري على الدولة وأن استقلال المحاماة والمحامين هو أساس هذه الكفالة. ده نص الدستور. لماذا نتراجع عن هذه الكفاية ونتراجع عن هذا الدور ونتراجع عن هذه القيمة؟ أيضا يرتبط بما أقول هي أخلاق الفروسية التي يجب أن تكون أخلاق المحامة. المحامة مش مجرد شطارة، مش مجرد إنك تخدع خصمك أو تخدع موكلك لتحقق مكسب غير مستحق حتى لموكلك، هذه ليست محاماة. المحاماة هي الأخلاق الشريفة، أن تبحث عن الحق إذا كان موكلك صاحب حق، وأن تدفع الظلم إذا كان موكلك صاحب حق، لكن لا تجتهد في أن تنتزع حقوق الناس لصالح موكلك، لأنه ليس في ذلك لا كفاءة ولا كفاية ولا شرف ولا محاماة. المحاماة هي خلق الفارس وخلق الفروسية التي تتسم بالأمانة والشرف والنزاهة والعلو. هذه القيم هي ما أشدد عليه أمام حضراتكم وأؤكد عليه أن هذا هو خلق المحاماة. من أراد أن يخرج عنها سوف يخرج وسوف يخسر كثيرا، ومن التزم بها فقد اصطف في صفوف المحامين الشرفاء الذين يساهمون في بناء الوطن وفي بناء المجتمع. أيضا نحن نجتهد من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين وحقوق الناس في مواجهة الظلم والعدوان والغدر وفي مواجهة أي ظالم مهما كان حجمه ومهما كان دوره. أيضا نحن ندافع عن الوطن. نقابة المحامين مؤسسة وطنية معنية بالدفاع عن حقوق الوطن، حقوق الوطن ضد كل ما يهدد هذا الوطن من عداوات ومن خصومات. ولذلك نقابة المحامين تنبهت كثيرا طوال تاريخها الحافل بالمواقف الداعمة لحريات وحقوق المواطنين والدفاع وكفالة هذا الحق أمام كل الناس من أجل تأكيد سيادة القانون، وأيضا من أجل أن ندافع عن حقوق الوطن ضد من يريد أن يعتدي على حقوق هذا الوطن. نحن في مصر نستشعر أن مصر مستهدفة من أعداء جسام تريد أن تنال من مصر، تريد أن تسيطر على مصر، تريد أن تقوض مصر، تلتحف بكل أدوات الاستعمار، تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وتقودها إسرائيل ويقودها كل حلفاء هؤلاء في المنطقة الذين يتحالفون مع الأمريكان والذين يتحالفون مع الصهاينة. لذلك نحن كنا وما زلنا ضد كل من يلتحف بالولايات المتحدة الأمريكية ومن يلتحف بإسرائيل، لأننا ندرك أن فلسطين عربية وأن فلسطين لن تكون شرقية ولا غربية فنقسمها أو نقتسمها مع هؤلاء. هم لا يريدون إلا احتلال الوطن كله.
هم لا يريدون إلا اكتساس الوطن كله، ونحن لا نريد إلا الوطن كله، ولا نريد إلا الحفاظ عن أرضنا وعن مقدساتنا وعن أعراضنا في مواجهة الذين يريدون أن يعتدوا علينا. نقابة المحامين معنية بخطوات جسيمة وكبيرة أيضا. هناك تعديلات ننتظر التصديق عليها من رئاسة الجمهورية لتضع المحاماة في مرحلة جديدة من التقدم والرقي، ولنرفع من شأنها ومن شأن من يلتحف بها ومن شأن المواطنين الذين يرون في المحاماة وفي نقابة المحامين دورا كبيرا. قبل أن أختم حديثي معكم، وللظروف الجوية اللي احنا فيها الآن، أوجه زميلي ومقرر المعهد أن يكتفوا بنصف الامتحان من أجل أن نوفر عليكم نصف الوقت لكي يكون النهاية محترمة قياسا على ما تم من اعتبارات. تحية لحضراتكم وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.